حبايب قلبي، احنا النهارده بقى في مكان جديد واكل جديد مع ام عبد الله وفي بيت جديد. يا رب الفيديو يعجبكم. مع عبد الله بشفع عاملين اكل حلو اهوت. حطوا لها لايك كبير وقولوا لايك دوت لام عبد الله مع عرق التبيان، كل الحاجات الحلوه دي. انا عامله لكم الطريقه ان شاء الله. ام عبد الله عامله لكم كل حاجه شاطره في المطبخ. وبخش اشوفه بقى في اول تعليق مسابقه. الرز البسمتي بجد كان تحفه. تسلم ايديك يا ام عبد الله. يلا يا حبايبي بقى على الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ بتكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. صلى الله عليه وسلم على النبي. انا جاي لكم فيديو جديد في مكان جديد عند الحب. طبعا سلفيت، انتوا عارفين ام عبد الله محمود اخويا. انتوا عارفينه يعني. مروقه علينا، هي اللي عامله لنا اكل التحدي النهارده، مظبطه لنا الدنيا. ده انا بس عايزه اقول لكم، يعني بصوا حط لنا خشب كمان اهو. حط لنا شجر. واسمه ايه البتاع ده؟ انا فاكره سنور. ارفع ارفع والله. شايفين العرق الايه؟ تربيانكو. لحمه بارده. لحمه بارده. شايفين الجمال؟ بصوا جميل. معلش لو الاضاءه، علشان هي طبعا الاضاءه بتاعتهم هم بيحبوها كده زي عندنا، يعني معلين الاضاءه عشان خاطر التصوير. احنا حاطين بتاع 70 لندن ولا حاجه. ودوت الرز بقى بالقرفه، عامله لنا رز بالقرفه. ودوت الصوص بقى. انا بصوا الطريقه، هي انا خليتها، انا صورتها وهي بتعمل الطريقه بقى بتاعت اللحمه البارده عملتها ازاي، والخلطه دي عملناها ازاي، والرز وكل حاجه. وشجعوها بقى عشان نفتح لها قناه طبخ. بصوا دوت الصوص بقى، الطماطم والبصل والحاجات اللي طالعه من العرق التبيان. والنهارده عقاب جامد، النهارده تحدي. لما عبد الله برضه قالت لها عليه. والله لا اله الا علي. والسلطه طبعا مش ننسى السلطه. الحاجة الساعة بس هنقول بسم الله الرحيم وهنبدأ بقى. بس بالله عليكم ما تنسوناش في اللايك، واعملوا لايك حلو لأم عبد الله، وقولوا اللايك دوت لأم عبد الله. اللايك لأم عبد الله وأم سمير، عشان هما الاتنين ما بيتفقوا مع بعض ما قولوكوش بقى. ما تنسوش في اللايك يا حبايب قلبنا. دي الصوص. كنت بقول لها الرز طعمه تحفة. واللحم تسلمي ليكم يا عبد الله. الصوص عامله بال الحاجه بتاعت اللحمه، تحسوا لحمه زي بتاع الطبيخ. بصوا التحدي عاملينه على طبق الرز، ماشي؟ اللي عايز لحمه ياكل بقى، اللي عايز صوص ياكل، عايز صوص طبق الرز. ومين اللي غارف؟ الحين الذمه واحد، هما الاثنين الذمه بتاعتهم اصلا. السلطه جميله. واللحمه بس مقطعتها بقى، كل حاجه عاملاها لكم على شطاره ان شاء الله. نزلوا هتلاقوها في اول تعليق مسابقه. حطيت فلفل. تجيب الشطه دي معاكي؟ يا نهار ابيض. حط فيها فلفل يا توم. وتوم. الدنيا متظبطة على الآخر. يا سلام. يا سلام، هيبقى فلفل وشطة خضرا. تشجيع. ناس في الاضاءة. احنا على فكرة بدنا بتاع ربع ساعة قاعدين القعدة دي. في مصوت سويت شغالة. اللي صوت أكتر ياخد أكتر. يكسب. يلا صوتوا. لا الساعة والرز الله. تسلم ايدك والله يا ام عبد الله. خد الخشب ما دي اسمها بمشي.
انت اللي غرفه انت اللي غرفه هنعمل عقاب حلو. احنا لسه بادئين. هما كده بيشجعونا من ورا الكاميرا يعني. وردين فلفل ايه عداله؟ عايزه اقول لك ان الرز عندي كتير. نط عليك. ما عندنا بيشجعني ولا بيشجعهم. ايه ده؟ ايه ده؟ خلاص خلاص يا بوز. خذ 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 الدول دي راح احط لك شوف كوبايه. بصي يا سلمى بصي يا سلمى بصي يا سلمى. يلا فرنش دي حاجه في ايه؟ اهو والله يا بنت شكلك عشان العقاب جامد جدا. شوف مين اللي هيكسب بقى. شوفوا انتوا فين انتوا الاثنين مع بعض ربنا يكرمك. خلاص ما قربت. ايه ده؟ والله بتقولها بس ما تتكلميش لا حاجه لسه ما عملتش الحركه. عايز اسلم هنا. تعالى اقعد جنبي. طيب. لا بتخلص. ما صافي. ما صافيت. ماما صافيت. شيل الفلفل الاسمر عشان معدتي تعبانه. ما ده ايه؟ عجبوني الصوص. ده ايه؟ ده خشب على يا بوس ارفع. خذي يا سلمى خذي براحتك. البيبي بقى يكسبني. أظن الفلفل هيجي عليها. خديها خديها. إيه دي؟ خديها. إيه دي مات؟ إيه دي ماما؟ إيه دي يا ماما؟ يوه. إيه؟ إيه دي؟ ارفع ارفع. إيه؟ أنا كسبت قلب السلطة كلها. إيه؟ أنا كسبت السلطة. السلطة كده حاجة من الجمال. خدي يا سلمى مكانك سلمى. صباح الفل يا حاجة سلمى. اقعدي بقى مكانك. مش فاضي اكل رز تاني. نعمل بامبو دي انا. وبعدين. انت كده بتتدلع. مش بتاكل. احنا قلنا العقاب على دوت تحدي على الرز. مش قادر اكل رز تاني. يعني ايه انسحاب؟ اوعى تقولها انسحاب. انت عارفه الكلمه دي ما بتجيش على معدتي. لا لو انسحبت احمد عرفنا عشان ما اقدرش اكل كيلو. شفت براحتي. الو صوص رحفة بصراحة. رز جميل. اللحمة جميلة. اللحمة ما قلتش على اللحمة. اللحمة ممتازة تحفة. والحضانة ما تطلع. الحضانة اللي تحت دي. لا وصوت تحت دي ناس في البيت تحت. قرن الفلفل جبار. ايه يا سلمى اقعدي يا سلمى على جنب يا حبيبتي.
خلاص انسحبت الحمد لله. يلا بينا بقى. انا انسحبت فعلا عشان خلاص كده. الحمد لله انا خلصت كده. انت مخلصه مفيش غير معلقه اللي قدام كده بس عشان انسحبت دلوقتي. يلا بينا بقى العقاب. انا عاوز اي حاجه بره. انا اسفه جدا جدا على السويت اللي شغال ده. ايه مسويت السويت النهارده؟ يلا خليكم معايا لما نشوف العقاب هنعمل ايه. ولما عبد الله تقول لنا ايه. ربنا يسامحك انت وام عبد الله، على فكره هم اللي متفقين عليا. رحنا نشيل الحاجه ونشرب البيبسي ونجي نعمل عقوب. يلا خليكم معايا. ورجعنا لكم تاني للعقوب. والعقاب بقى هو ايه؟ من والله العظيم تفانين ام عبد الله. هو مفيش حد يوديه في ده غير ام عبد الله. بص بقى، هو احمد هيقعد ينفخ. هو كان شغلنا منفخ في المصيف، كان احسن منفخ يتبسط لقوه. كل اللي معاه طقم فس خد انفخ يا عم احمد. خليلي والله اللي وز وجعتني. فكان شغال ما شاء الله الله اكبر عليه منفخ منفخ يعني. فانا عشان شغال منفخ عجبتني ام عبد الله، جابت له بص اربع بلالين ده حتى ملونين والله، كل بالونه لون شايفين. جابت له البلالين دي بقى وانفخ، هيفضل ينفخ في كل بالونه لحد ما يفرقع. ايه بلالين تقيله هتوجع زور يا ساعه عشان تتلف. مولو ليه بص بص يلا انفخ بقى. عامل ايه؟ هتفضل تنفخ تنفخ لحد ما تفرقع في وشك. هتفرقع في وشي ماشي. هتفرقعها في وشي انا. اه والله انا عارف ليه جايبه بنانين، البنانين التقيله دي بتبقى صعبه في النار. يلا يا احمد طب خلص ده كله، لسه ما نفختش حاجه. ابدا انفخ انفخ لحد ما تفرقع. يا ماما بنانين حلوه مش راضي تفرقع. هتفرقع في وشها بتضايق من فرقعتها. احسن. والله مش راضيه. فرقع فرقعه مش راضيه هترضى دلوقتي. فاضل لها ثانية واحدة وهترضى. يلا يا احمد ما تطلعش بوك منك. انا حاسه ليه فرقعت من ده. لا 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 يا بابا. انفخ لحد ما تفرقع. والله مش راضية اساسا، بس مش راضية. اخليه يعيد تاني. وانا عيد تاني. والله ما راضية. اخليه انزل اجيب بالين تاني واخليه يعمل. والله ما راضية. بص وشك مرة ازاي؟ لا ما ينفعش. والله مش راضية صح. ايه خلاص البالونة انا مش عايزينها تفرقع بتفرقع. عايزين اتفرقع واتفرقع. والله ما راضيه اتفرقع. مش عقاب مش نافع. شريح. انفخ يا احمد. مش راضيه والله. طب اعمل فيها ايه تاني؟ انفخ بقى. ما احنا عاملين عقاب يعني. مش راضيه اعمل لها ايه؟ لا مفيش حاجه اسمها مش راضيه. انت خايف ولا ايه؟ خايف والله. مش راضيه اهو. بص بقى قد ايه؟ بص البالونه كبرت ازاي؟ والله لو اقعد انفخها كده ما تتنفخ. بقيت عامله زي الاناناسيه. يلا يا احمد يلا يا احمد. بص ده على سكه والله العظيم. مش راضيه اهو. اوعى تفرقعها في وش انا. ابص بصي اهو. مش هقدر مش هقدر اتفرق والله. انت نصها بكره مش هينفع. هفرق لك كمان واحده. لا انت هتخلصهم كلهم وهنجيب لك الثلاثه كمان عليهم. ده عقاب ليك اكتر من عقاب ولا عقاب. والله العظيم حتى الحاجه فرقعت حلوه كده. بص شكلها جميل. طب جميله فرقعها كده. بس يا سامي انت عمال تبدلي ليه؟ ايه ده ايه ده بقى؟ خايفه خايفه وخلينا ننفخ. انا مالي مش عقابك. لو تلسع في الوش دي لسعتها وحش. انا في سطح يا بابا. بس خد التالتة خد التالتة. لا لا مش قادر. بس والله ده انا حاسس ان وداني اللي هو طلع من وداني. خلاص عشان ودانه ما تطرقعش مننا كده. استنى اهو اهو استنى. شفتوا بقى هي رخمت ازاي؟ انا بسمعها كتير وما اقدر اتكلم. تتكلم؟ اه يا عيني امي مش قادر يتكلم. انفخالي انفخالي. استنى استني بس امك خلت وداني طلعت هوا. ماشي. استني بس يا طب الثانية. لا بتفرقعي. لا ما بتفرقعيش. يا رب في الفيديو عجبكم.
ان شاء الله فرقع لها اتنين دلوقتي حالا في ودانها. فرقع يا احمد اتنين تاني فرقع. احمد احنا جايبين لك 24 فرقع. انت كده مش ناجح. استنى انا ايدي شكت. قوم لمي هدومك ويلا. وريني كده. قوم لمي هدومي. قوم لمي هدومي. بص حاطط ايه؟ ما نفعش والله. ما نفعش. مش راضي كل حاجه اعمله. استنى حاطط دبوس في صدره. استنى بص انا حاطط دبوس. حاطط دبوس دي هقعد انفخ ومش هيفرق. فقلت يمكن يفرق. والله كل ما اعمل كده الدبوس التاني. كل ما اعمل كده الدبوس. كل ما اخبط على صدر الدبوس التاني. عشان تقولوا بس في رياله ايه خمامه. هو اصلا حد دبوس في صدره من عشر الام. انا بعمل كده ايه حاجه شكتني من عشر الام. عشر الام مش كله منك. ماشي بس شوف بقى نعمل فيها عشان ما تقولش فيها خمامه. خمامه ده كلمه خمامه دليل عليك. اسكت انت. انت لما عبد الله بسبب المنجره تنفخ بلونه تاني. بسبب الدبوس انت هتدهننا عشان انت تضحك علينا. تعمل واحده تاني مش هنسامحك بقى. والله العظيم ماما منفخه وفرحه في وداني. لا مفيش الكلام ده. حد قال لك ما تاكلش كويس؟ ايوه حد قال لك انسحب؟ انتوا عاملين الاكل. انتوا جايين ما تاكلوش عندي. ما انتوا طول النهار بره وانا اساسا قعدت نقنق. طول النهار بره فينك؟ احنا كنا عند الدكتور يا احمد. ماشي ما انا قعدت نقنق وانتوا جيتوا عملتوا الاكل على طول ما كنتش قادر اساسا. وحاجه الدبوس في سره اللئيم وعارف تعمل بالونه ثانيه. شاطر برافو عليك. اعمل لك بالونه ثانيه. اه تعمل بالونه عشان خاطر ام عبد الله. خليه يعمل بالونه ثانيه. لا العيال هيتخانقوا على البلالين. خلينا بس من غير بالونه. لا احنا معانا بالالين كتير. احنا معانا انفخ واحده. هم بس مش انتوا عاوزين بالالين يا ولاد؟ لا لا اصيل يا عبد الله والله الله يكسفك. انا خليت انا خليت تطلع الدخان من ودانك. ما هو طلعت يا حبيبي. بص يا احمد وما تفرقعش بايدك يا احمد. لا فرقع بايده هتخليه ينفخ الرابعه. اه ما تفرقعش. جايبين بلالين بضمير المره دي. احنا عم اخواتك. بس خلاص بس بقى بس بقى بس بقى. ده عقاب يا احمد. احنا مش بنقول لك استنى ما نشوف حد يدبوس في حته ثانيه كده. اي بالونه مقطوعه حتى ومش هتفرقع. خلاص يا سلوكة روح العب يا اللي بعيد. بالونه مخرومه باين ولا ايه؟ مخرومه جاب كويس هتفرقع على طول. ده مش هتنفخ اساسا. هتبقى تنصب. ده جاب الدبوس من هو عارف العقاب اصلا. هو عارف العقاب قبل ما نعمل التحدي. بس قال جاب الدبوس ده منين مش عارف. والله مرة اتفرقع. طب ما شاء الله. طب والله العظيم خساره تفرقع البنوته دي. طب خلاص يا احمد ما تفرقعهاش. خلاص. خلاص. افعل البنوته. هو نفخها نفخها وتعب فيها ماشي فهنسيبها بقى منفوخه عند فيه. بص بقى انا حاسس بقى الحته دي كده الحته اللي هي من ايه من رقبتي كده لحد ورا وداني مش راضي. هي دي العقبات اللي جايه. كل ما اكل اعمل لكم عقاب اقوى من اللي قبليه. الله يبارك لك. انا هنجيلك كل يوم. هنجيلك كل يوم. يلا يا حبايب قلبي ربي يفيد بيكون عجبكم بس بالله عليكم وتحطوا لنا لايك حلو لايك جميل ربنا يخليكم لينا يا رب. وقول لام عبد الله شكرا جدا جدا على الاكل الحلو اللي هي عملته لنا دوت والفيديو الجميل دوت عندها ربنا يخليها لنا يا رب ويخليها للشعب المصري. يلا يا حبايب قلب سلام سلام وربنا يسامحها هي ومسامير.